الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا عن الصبر. أنا أستغرب من التعليقات، بعض التعليقات كثيرة يريد أن يعرفون الصبر حتى يصبرون. هذا طلب المرض، طلب البلاء، طلب المشاكل. أنا أريد الصبر، يعني أريد المشاكل حتى أصبر عليها، وإذا مشاكل موجودة أريد أن أستمر، ولكن أبغى أتعلم الصبر. في فهم يعني خاطئ عن الابتلاءات وعن الصبر مع بعض، فهم خاطئ فيروس متلبس باسم الابتلاء ومتلبس باسم فيروسين مع بعض باسم الصبر. نجي للكتب، ماذا مكتوب؟ إيش هو الصبر؟ ما هو الصبر شرعا؟ لأن اللي يفعل يبحثون عن هذا الموضوع يبحثون عنه شرعا، يريد أن يصبر، أو هذا هو كذا يفكر بس وخلاص، بس بعدين نتكلم في الموضوع. فالمهم الصبر في الكتب، في الكتب الفقهية، الصبر تعريفه شرعا: الصمود المستمر على الأمور المؤلمة نفسيا، مؤلمة نفسيا، وتحملها بروح عالية. هذا هو الحقيقة، تحملها بروح عالية ونفس طيبة دون إظهار ملامح الاستياء والانفعال على الوجه، بحيث لا تكون مرئية أو محسوسة من قبل الآخرين، وهو واجب عند المصائب. هذا الصبر، يعني لا يكون اللي يجيك لا، أنه صابر محتسب أريد الأجر من الله على هذه المصيبة التي أنا فيها، لا يسأل أنه يخرج منها. هذا هو المحتسب، لا يسأل أن يخرج منها، لأنه إذا سأل يخرج مدام مؤمن. ها، سيدنا أيوب الذي يضربون به الأمثال في هذه المشكلة ليس كما يزعمون ويظنون ويفكرون. سيدنا أيوب هو جاءت عليه المشكلة، والأنبياء شهداء على المرضى كلهم، المريض شهيد على المرضى، واللي ملك زي سيدنا سليمان شهيد على الملوك، لا يقولوا شغلنا الملك شغلتنا المصيبة عن أننا نحبك. هذا كان يحب الله وهو في المصيبة، يحب الله وهو في الملك. فكان يعني في المرض مع ربه، محبوب ربه، يحب ربه، فلذلك لا يشكو. الشكوى ضد الصبر، التسخط ضد الصبر، التململ من المصيبة ليس الصبر. لازم نفهم حقيقة الصبر وحقيقة هذا الوضع الذي نحن فيه، ليس صبر. لكن ما هو؟ يأتي إن شاء الله. كمان يقولون في الكتب: الصبر نقيض الجزع، الصبر حبس النفس عن الجزع. أنا في خير، يعني هذا يعطيني الله يعني ثواب عليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا ما في مشكلة من الدين، لكن بس نفهمه، هو نفهم هذا الوضع. في ناس هكذا الآن، قليل قليل، ولكن في ناس هكذا. النبي بيّن لنا في قصة يعقوب صبر، صبر بحب، موجود حب، مو موجود خوف وما أبغى هذا الوضع، ما أبغى هذا، باب ثاني. ليش ما يستجيب الله؟ إذا ما دام ما استجاب نحول، هو ما استجاب، هو استجاب، لكن نقول مثلا إنه ما استجاب أنا طلبت وما استجاب إنه هذا المشكلة تروح. طيب إذا حول إلى خلاص، ابقى كما أنت، خلاص اصبر، يعطيك الله الأجر.
لا، أصبر عدم جزع، عدم تسخط، رضا، حب فيه، واحتساب في أجور، هنا خزنة كبيرة أكثر من الدنيا ما فيها، أفضل من الشفاء. لذلك المرأة العجوز التي تصرع جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله ادعو الله أن لا أصرع. قال: إن شئتي، يعني المشيئة عندك، يعني عندك الاختيار، إن شئتي دعوت لك، وإن شئتي صبرتي ولك الجنة. هنا خيرها هي، فكرت الجنة شيء عظيم، قالت أصبر أصبر. ما مرات أقول يا ناس عالجوني، ولا جاء واحد يعالجني أقول له لا، هناك جنة. وعد الرسول قال لك الجنة، حتى لو جاء أحد يعالج تقول له لا، اختارت هذا الدرب. هذا الصبر صبر جميل، صبر جميل. إذن اختيار، جاءت هذه المشكلة قلت لعل الله يجعلها طهور لي ومغفرة ورحمة وستر، خلاص. يجي واحد يكلمني دواء، أتهرب من الموضوع. ليش؟ أريد شيء كبير أكبر من المرض. لذلك أنا أتحمل المرض بحب وراحة وطمأنينة. غير كذا ليس الصبر. الناس يسموا صبر يقولوا أصبر، ما دام ما في فائدة رحت المستشفى، رحت هنا ما في فائدة أصبر، هو سلة المهملات الصبر. لا، ليس صبر. صبر إيش معنى؟ حبس النفس، إنك ما تكلم أحد، خلاص. ليش؟ لأمر آخر كبير. أما صبر والأمر الآخر غير موجود ما يصلح. ما في ذهنك الجنة، ما في ذهنك احتساب رضا الله، احتساب تطهير من ذنوبي، خلاص. أنا أبغى هذا، اخترت هذا، ربنا وهبني هبة كبيرة. إذا هذه الأفكار موجودة هذا هو الصبر. إذا لا تريدها موجود طريق، في طرق. الدين القرآن جاءنا لطبقات مختلفة، طبقات مختلفة يخاطب الجميع. فالصبر له أهله، أهله المحتسبين الذين يريدون رضا الله، والذين يصبرون لا يجزعون لا يتشكون ومبسوطين في شيء كبير هو يظنه. أما الكبير هذا غير موجود، لا جنة ولا رضا الله، يعني مو في البال، بس هذا الألم أبغاه يروح، ما تعبنا فيه ما راح، لا بدعاء ولا برقية ولا بشيء من الآخر. أو ديون، حاولت أخذ ديون هذه بطرق مختلفة، جزعت، قلت خلاص أصبر لك الأجر. ليس هذا هو، لابد في بديل عن الشيء اللي أصابني. أنا يعني محتسب حاجة كبيرة عند الله. فإذن كذلك في آيات في القرآن أنا كتبتها هنا كويسة لموضوع الصبر. في آية تقول لنبلونكم، يجيبون الشاهد يعني، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هذه المصيبة جاءت قال إحنا نستملك أنفسنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إليه هذا العظيم الحبيب الذي عنده الكنوز الكبرى، راجعون إلى الله إذا أصابتهم مصيبة. أولئك عليهم صلوات من ربهم. شوف البديل اللي أنت تحتسبه، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ليس كل من كان في مصيبة منهم، لا، الذي يقول أنا لله اللي راجع، خلاص هذا خير وبحب. يعني مختار، يعني راضي بهذا الوضع ومحتسب شيء كبير. هذا قلة موجود. نحن في مجتمع الآن في زمن مختلف، ادعاء موجود لكن حقيقة ما يتكلم، في كل
في واحد يتكلم عن أي شيء، شيخ ولا مشيخ، التعليقات تحت ادعوا لي أنا في مصيبة، ادعوا لي أنا في مصيبة، أنا صابر، أنا محتسب، أنا صابر. كيف تصابر أنت تعلن أنا في مصيبة، في بلاء، في هلاك؟ ما تجتمع الصبر. هذا مرتبة كبيرة، مو مرتبة مرمية لأي واحد يحط العنوان هذا أنا صابر. هذا ليس صبر، هذا الآن نتكلم عنه إن شاء الله. فعندنا صبر ثلاثة أنواع، يقولون يعني في العلماء: صبر على الطاعة، هذا برضو مرتبة من الناس. في ناس ما عندهم صبر على الطاعة، إيش عندهم؟ عندهم حب، والله ذكرها في القرآن. طيب إيش هي الآيات؟ استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. انتهت الآية. هذا مو هذا ترتيب آخر غير اللي في بالنا. وإنها لكبيرة، استعينوا لأنها كبيرة، هي صعبة. استعينوا بالصبر والصلاة، هذا الصبر على الطاعة، إلا على الخاشعين لا يستعينون بالصبر، هم يتلذذون بالطاعة، يتلذذون، يدخل في الصلاة لا يريد أن تنتهي. أرحنا بالصلاة يا بلال، يروح هو فرحان للصلاة، لا يستعجل فيها عشان يخلص منها. هذا الصبر، عنده صبر متى مخلص متى مدري إيش. هذه درجة، الصابرين كويسين بس درجة، في درجة أعلى. ربنا قسم ثلاثة أقسام: أهل اليمين وأهل الشمال والسابقون. يعني أهل الخير درجتين، يمين وسابق، أبرار، وفيه متقين. مستويات مستويات. وفي مقربين، أبرار متقين مقربين، موجود. ما نخلط نقول تصبر وتلذذ بطاعة الله، لا، هذا في ناس وفي ناس، كل شيء له ناسه، كل شيء له أهله. الإيمان درجات، والإيمان يجيب مشاعر درجات، مشاعر الصبر هذا درجة، يصبر ويقول أروح، والصبر على المكاره يتوظف البرد بالماء، غيره لا، ما يجي في باله آلام وتعب البرد، متلذذ يروح. واحد صحابي كان يصلي بس مو من استعينوا بالصبر والصلاة، من المرتبة العليا، جاءوا سهم، هو مأمور أمر الرسول يعني يسهرون وينامون الصحابة يسهرون للحراسة، اثنين. قال له واحد: انت نام وانا اصلي، ابغى اصلي يعني في الشوق والرغبه والحب. فدخل في الصلاه وهم على تله مرتفعه علشان يكشفون اي واحد يجي من اي جهه، هو ما شاف احد جاء، قال خلاص خليني اصلي لله، وصلى وجاء له سهم. نسي موضوع الحراسة ونسي موضوع كل شيء، والآن مع رب العالمين. السهم يضرب فيه، الأول ما تحرك، الثاني ما تحرك، الثالث، طبعا كل سهم يخرج الجسد ويسبب نزيف. هذا إلا على الخاشعين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. إلا على الخاشعين ما هي كبيرة، يعني هي إيش معنى لكبيرة؟ يعني الصلاة كبيرة على الصابرين، يروح يتكلف المكاره، يعني يتوضى بالبرد، هو صعب عليه كل شيء، وفي واحد ثاني مبسوط، أي برد ولا يحس بالبرد ولا بالسهام. فهي طبقات، إن كنت من هؤلاء طيب، نعمة كبيرة أنك أنت، يعني أجر كبير لأجر ربك، تصبر على البرودة وتقول أحيه ومدري إيش، ممتاز.
في عندك جنابة مثلا وتغتسل في يوم بارد ويكون مثلا في مكان ما لا في ليس فيه سخانات، ممتاز، أنت مجاهد. في ناس تعدوا المجاهدة هذه صاروا لا يحسون بالآلام ولا المكاره. إن شاء الله في الفيديو القادم عن الحب، الناس اللي تبغى الحب خلاص طريق سهل بسيط، ها؟ ولكن لما يكون الإيمان يضبط الإيمان يصير سهل المصر. وكل واحد يتكلم عن إن شاء الله، وتكلمنا عن الإيمان كثير اللي يعني طبقوا وجدوا شيئا من الحلاوة على قدر ما عنده. فإذا صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، أولئك لا يفكرون في المعصية ولا تخطر في بالهم، لا تخطر في بالهم حتى لو جاءت أمامهم، حتى لو خلوا بأحد ما أو بمال أو بأي شيء ما يفكرون، رجعون المال لصاحبه كامل، ما يأتي في البال هذا أنا محتاج أبغى، أنا محتاج ربي وأنا مع ربي عظيم مع ربي. في غنى بالله عن غير الله، هذاك الغنى ليس قوي، لذلك يمكن ما في أحد، أستغفر الله بعدين. ففي هي طبقات وكله على خير، يغفر الله له ويرد الفلوس بعد 10 سنين للناس دولة مثلا وتاب ومشي، ماشي الحال، هذول درجة ماشي وممنوع. لا نقول إلا قالب واحد كل الناس عليه، لا. فإذا نجي للصبر التقليدي الذي يعني منتشر وهو ليس صبر، هذا ليس صبر، هذا يأس، يأس بالدعاء، يأس من المستشفيات، ها؟ وجلس كذا الناس تتلو عليه آيات الصبر وهو يقول خلاص أيوه صبر، هو الغير صابر ويسمي نفسه صبر، يجي يوم القيامة لن يجد نفسه مع الصابرين. صابرين مختارين، مؤمنين أول شيء، مؤمنين وصابر لكذا لأجل شيء كبير هو محتسبه يبغى، يبغى المغفرة الرحمة، وقالوا له هذا الصبر كذا، قال طيب خلاص ما دام في كذا طيب، طيب يعني راضية ولا يبحث عن حل، ولو وجد الحل يقول لا. هذه مرتبة، لكن ما تقدر أنت سوي زي سيدنا أيوب، جمع الاثنين. سيدنا أيوب اللي يمثلون به في الصبر في وجود المرض بقي ما سأل الله مرة، ليش؟ محب الله وخلاص ربنا هو صار هذا الأمر فأنا أبقى في هذا القدر، هو اختار بسرور، والدنيا كله عنده دنيا صغيرة، إيش 60-70 سنة 100 سنة، هذا مؤمن محتسب وعنده بديل قوي أكثر من هذا الحال اللي هو فيه، فلذلك صابر. لما بلغت الذروة من يعني الدود صار في جسمه حالة كرب، يعني أهله يعني أولاده هجروه وجعلوا بعيد علشان المرض لا يعني يخافون انه المرض ينتشر، رعب المرض جاء فيهم، ابعدوه عن مكان بعيد او ابتعدوا عنه، القريه كلها الناس كلهم حتى اولاده ما بقي معه الا مراه زوجته صارت باقيه تعتني فيه. فلما خلاص الصبر يعني صار يعني فيه ألم، أول ما في ألم تلذذ، لما جاء قال ربي إني مسني الضر في ما هو في جسمي، جسمه من زمان فيه الضر، صار تشويش على الإيمان، تشويش صغير، ما نقول دحين نبي كيف ما لا، أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف من بعيد كذا يعني طو طائف طاف عليهم شيء تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو ذيك الساعة قال ربي إني مسني الضر ما
ما قال أخرجني كمان، بس يعني اشتكي له لا يشتكي. أيوة من ضمن الأشياء اللي في مكتوبة في الكتب، أيوة خلنا نأخذ تعريف الصبر اللي أخذنا أول، خلاص انتهينا منه. كلام حلو يعني. طيب شرعا في روايات أخرى، حبس النفس عن محارم الله وعلى فرائضه وعن التسخط والشكاية لأقدار الله، ما في تسخط ولا شكاية. وقيل ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. ترك الشكوى من البلوى، ترك الشكوى من البلوى لغير الله وليس لله. مع الله يا ربي أنا تعبت، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال أنقذني من الحوت، اعترف أنا السبب، أنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك أنت منزه، أنا اللي في المشكلة. والآخر ماذا قال؟ علشان نقتدي بالأنبياء في الصبر، هذا الصبر حقهم، دعاهم مجاب وصبرهم احتساب. فقال ربي إني مسني الضر، أنا حسيت بالضر وأنت أرحم الراحمين، بس قال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وهذا قال الحوت اقذفه على قذفه، يعني الدعاء مجاب والصبر محتسب، ما في شكاية للمخلوق، شكاية له هو، بيني وبينه يا رب. يجي ناس ثاني يقولون الله أدرى بحالي وأنا راضي، لكن إذا دعا أجيب فورا، ما في تؤجل. تؤجل هذه قلنا لكم عليها، اللي ما عرف الدعوة تؤجل أو تؤخر أو تبدل يشوف الدعاء المستجاب فيديو، دعاء فيديو آخر الدعاء غير المستجاب، وهذه الحلقة كمان إضافة. فإذا فهمنا الصبر، ها نجي للحال الموجود إنه ندعي الصبر. هذا سببه إيش؟ بحث حاول الشفاء المرض من الدكاترة المستشفيات ودعا الله، الاثنين ما ضبطوا، المرض بقي. هو هذا مفروض يكون رسالة أول شيء، المرض جاءني أول يوم جاءني أعرف أنه رسالة في خير لي طهور، تمام؟ أو تنبيه في مشكلة، يعني طهور هذا معناته يجلس يوم يومين، إذا أبغى على طول أقول يا ربي خليه على طول، لكن واحد ما يبغاه دعوت ما ضبطت، لأن إذا دعوت معناته مو يجي من السماء الشفاء، يجي عند يلهمني الله مثلا المستشفى أروح يجي الشفاء على طول، عن طريق بشر، عن طريق نباتات، عن طريق أي شيء، مو منزل من السماء الشفاء على طول، يجيك عن الطرق هذه. لما يصير إيمانك مرتفع أنت تصير الشفاء قريب منك سهل. فإيش سوى؟ هذا يقول يلا رحنا المستشفى، هنا رحنا المستشفى، رحنا المستشفى، والناس يبدوا يعني يطمنوا، يقولوا اصبر اصبر اصبر، الصابرون أجر، عشان بيتكلم معاه زاره في الله مثلا، أو أبوها البنت مثلا ولا ولد، يتكلمون مع أبوهم المريض، إيش يتكلمون؟ جلست معاه تكلم يلا اصبر، ربنا ترى قال في الصبر كذا، والرسول قال في الصبر كذا، وقال في الصبر كذا. صبر اختياري هذا، لا صبر يعني خلاص ما دام ما في فائده خلاص اصبر، وصبر ليس صبر، ما دام في جزع وتسخط وما في شكوى الى الله وما في دعاء مستجاب، عندك رساله كبيره تقول لك عندك شيء مضروب في إيمان في دينك. أنت تبحث عن يعني الشيوخ إذا ذهبنا إليهم قال يلا اقرأ السورة الفلانية واقرأ السورة الفلانية ويقرأ ولا يذهب، ما في حل، اقرأ بس ويجلس زي ما أنت في بيتك، لا تجعل منكرات، لا تجعل كذا. طيب يا جماعة هذا الرسالة. الدين قسمين تكلمنا كثير، إيمان وأعمال. مشكلتنا الكبرى
في الإيمان ليست في الأعمال. مو معناته نترك الأعمال ونمسك الإيمان، ما في هذا الكلام، ما في فاصل. إيمان يجعل الإيمان صالحة وماشية وتنفعك دنيا وأخرى. إيمان بالله، تعظيم لله، وقلنا لكم إيمان بالله شطرين، لا إله إلا الله، إلا الله، الله الشافي، الله الرزاق، الله المعطي، كويس. غير الله برضو شافي ومعطي الرزق، يقيننا على هذا وهذا، إيمانين لابد. كفر بغير الله وإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت غير الله الطاغوت، لا تسألوا إيش الطاغوت، هو كذا غير الله. في كتب تقول هو كذا هو كذا ويتوهون الواحد عن المعنى الحقيقي. الطاغوت يعني أنت أعطيته طغوت، طغيته عليك، صار هو كبير المرض وأنا ضعيف. وربنا قال كرمنا بني آدم، يجيك الفيروس ده أكبر منك؟ كرمنا بني آدم، ربنا كبرك، أنت كبرت غيره؟ كبر نفسك، كبر ربك، صغر غيره. وتكبر ربك يعني أنت إله زيه كمان يدخلون في متاهة. كبر ربك اللي أعطاه، هو ينظر إليك على أنك كبير. قال الملائكة أني أعلم ما لا تعلمون، لما قالوا له يفسدون في الأرض قال أنا أعلم ما لا تعلمون. بني آدم هذا كرمته. وكمان بالنسبة للآخر هذا قال لك سخر لكم ما في السماوات والأرض، هذا مسخر لك المرض. عشان كذا لما تدعو وبعدين يجي في بالك روح للمستشفى، روح للمستشفى تشفى. طلبت من الله الدعاء ومشيت في السبب يتحقق، ما تحقق في مشكلة. إيش هي؟ عندي التوازن في الثلاثة، في توازن موجود في الفيديو، توازن في الثلاثة، الله، أنت، غير الله. الله ليست آلهة، هذه إله هو واحد. الله على كل شيء قدير، وكمان أقرب إلي من حبل الوريد. آمنت بهذا، لا تؤمن بغيره، أكفر حتى تعتصم بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كفرت بغيره وآمنت به ووثقت به وحبيته وعظمته، أنت اعرف أن هذا مسخر لك، يعني هو أصغر، أنت مكرم. سويت هذا الثلاثة تعيش حتى بدون دعاء تضبط أمورك، بدون الدعاء. من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في مشكلة يخرجك بدون كلام، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تحتسب واحد فاتح لك 20 100 ألف، لا تقول كيف، ها إذا كنت كذا تحصل هذا كله موجود. مواعيد الله محققة، القرآن كله مكتوب، يعني فيه كثير آيات. أنا جيت بعدها شفت التعد، وصلت للعشرة بعدين بطلت. لا خوف عليهم ولا هم يحزن، من هم؟ آمنوا وعملوا، عملوا حالها ما تمنع الخوف والحزن. آمنوا هي الأساس، ومعها وهي تجيب العمل. طيب نحن طولنا، وهذا ما لدينا. أنا ما عجبني من هذا الكلام كله ترك، إلا كلمة ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. هذا الصبر، تعريف الصبر هذا الأحلى من اللي مر عليه كله، وكله موجود في الفيديو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير.